أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السند كسر دواد وركز صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصبتاي سبسكرايب سار قميل كفرو داور كي قدن بي وصباح نمي خميسة خذبا حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلتشوك حوق حساسي الروب لأو حل أهرين أقو عطصدي ميدو قم الشرحين تمعاردك رئيس الوزراء حكومة في الجارسين محمد حسين روبل أو هذا الكوان كجدي يكولن أيشين مدو جم الشرحين تمعارض كي أسيج إسلام ركاسنة وقعد صدي إن أي سيدو أول شقيان أرمه دور شوين كدلك وحاول شيء إن هوش الدورة شد أي أدو علوسته هاي كليجيس أوسان كشقيين كرين سيدا درادينا ومهم أي هاي جرب أو كهلا مدو جم الشرحين تمعارض كي أترتمي حلك مدحتين مدو دلك دمان مشرحين تمدحوينها مامول قبل جدا يرئيس الوزاري هري وحان إذن كعد سنة يا دورة شد أنيق كلية إن الله إجو حلين دمان تين مسؤولية دان نوضة سارن إن أنسي عدالة ده الدورة شد إذن كجو مامولو أيات إيد درستين مركج عن أيات إذن كجباهن هاي أيو يري روبل سيدو كلا شعب كمقالة مقدشة أيو رئيس الوزارة روبل كعد صدي إني أمنيق كلا شقيان إذا مدى أمنيق جار أهان بوليس أو شيء إن حد كدب سجار أهي اللوغو حيل سار أيو أمنيق عاصمة دلك وحان ليه هاي أدها إذا مدى بوليس كصومالية أمريا إني إلاليان أمنيق قف كستا أو موادنا هاي إني إلاليان أمنيقيقا أمنيق مدحوينها كان مشرحين تمعاردك إيو أمنيق قف كستا أو صومالية وحان ربا إنان عدنا لغو حد قدبين أو قف لبلو جيسان أيو هذا الكيسة سير راعي الروبل سيدو كل رئيس الوزارة محمد حسين روبل أيام مشرحين تكبلن قاضي إن قف قار أهي أوسن حكسن دونين أو دور شد أوسي حلال أهي أمامو لدونو خلبيغان قير أشيغان لكن قعان أيان إذن كقباهان أهي أرقين أيانان واين أيو يري روبل وقدن بينت وحاو شيغ إن أي سنجري دونين قف عيدان أهي أول لغو حد قد بصيدا درادينا وفر يو عيدا مدى قدها عاصمة دا دفاع يدا أغجرو إن أي قوبو هودي كون نقدان سيكستبها أهاتي روبل أيا كعود صدي ميدو كمشرحين تمعارد إن أي قربيه سيسو إستاغان إسلام مركاسين أي كلا شقيان أرمها دور شوينكا دينا عكال هشيس طوان قضب أهي أولوغو غاري مغالة مقدشو روبل إيميدو غمشارحين تمعارك أي هشيس غاري وحا مغالة مقدشة لغو غاري هشيس لغو سو أفمير يو قلا لاسيه كدشي مدو كرور سيغي فرماجو إشان إلاباتن كي أبريل كدعي مغالة مقدشو أيضو أولا إسكو راعي إن عيد مدى لغا سارو مغالة مقدشو هشيس كاني أي وحا لغو غاري كولان كدعي عاصمة دا مقدشو أو أي كقيب غلن رئيس الوزارة روبل ميدو غمشارحين تمعارك أو أي أغو هريان مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد مدحوين حسن شيخ محمود مدحوينيا شهير شبيل إيا قل مدوك يا قدقة كاكوبان كو إيطوان حبنود الله حيل ساري أهرين تاني كو إن دمان عيدا مدى كي يميد حيس سدها كرد عي مقالة مقدشة ديب لوغو عليو قوبيه أي كي يمادين لوغانا سارو مقالة مقدشة أفرتاني سديد ساع أو كبلابا نيسا شنط بيش شنات أو إهد شلي laba in xuquuqda ciidamada sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn ah ay ku yeelan khalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaasi saddex in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidanka afar in kalsooni laga dhex abuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni shan in rais wasaaruhu soo saaro wareegto oo ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida a in aysan ملمين أرما سياسة دبا إن أيسان بحين أمرو أي كتنالان كارو قلقل أمني إيو ميت سياسة ديت لح إن لما عابو قدي قوبارو عيدان أو كالتالي الرئيس الوزارة هدبو حبين تا عيدا مدى قارنكا تدبا إن آن عيدا مدى قلب كسيدا لو أديكسان أرما سياسة ديت فرقلين لغو سمينين سيديد إن دمان دينا عيادو أي جوجيان فعلادا إيو حذالادا أبوري كارا أولاد إيو نعيب سجال إن لسو عليو قاديد كي إيو هوبكا غار كالو ليه هاي لغو كالاقاتي دقالدي كدعي مقالد مقدشو لانا دايو داد كي لو حرحيري طوان فولين تا قوضب باداني وحا مسول كا آرئيز الوزارها إيو حكومة ديشا سيكا سبها أهاتي قد ديگاسي أيا هالكاسي جوغي ميدو غم شرحين تا معارض كا أيا هالكاسي جوغي وحان وغو هرأيي حسن شيخ محمودي شيخ شريف شيخ أحمد فضلا دب او داور كيني هرأي اي علان سيدا ميديا حق حساسي حلي بان او دواء او شاعي حلي غاي مقدشة كباحيان عيدا مدى بدباد قران سيدو كلاف هيان كعيدا مدى سيو افكا فورتاي عبد الرحمن او دواء حق هيا حمد الشاحيس بيغا قران سيدو كلاني احمدان كاترسان قلاها شعب كبارلبان كصوماليا يا ورايسو سيي تلوفيشن كدلسان وحا او كغا هادلي ارم بادن او حساسي هي حلي بان او دواء ايا او غو هرين تي ان حالة دادل كيو قلالاسا كتاغن او سبب او ياهي كو شاقي مدى حوينا وقت جيسد ماد محمد عبد الله فرماجو اساقونا شاقي انو لي ياهي مسؤولية دادوينيه دوان
ahaan ku barakacay magaalada Muqdisho waxa uu shaaciyay in magaalada Muqdisho aysan ka bixinin ciidamada ka soo horjeeda muddo koror sigay la laalay ilaa inta la dhameystirayo wada hadallo bilow ahay oo la isugu laab xaarayo saraakiishay ciidamada taasi oo waqti u baahan sida uu sheegay xilibanka mas'uuliyadda qaxa waxa iska la farmaajo mas'uuliyadda barakaca waxa iska la farmaajo hadda wada hadal ayaa ka socda mid ciidamada marka miraheeda hal la gaaro waqti ayay u baahan tahay taliyaal ciidan ayaa jira oo ciidamadani ay ishayaan oo shalay iska soo horjeeday ayuu yiri isla markaasina waa in marka hore heshiis la dhaxdhiga wasiirkii hore arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta uu wareysiga socday ka jawaabay su'aal la xiriirta inuu jeneraal saadaq john uu difaacayo beel ahaan maadaama markii uu ka soo horjeestay farmaajo oo si weyn ugu muujiyey garab istaag culus haa ceeb miyaa xildhibaankiisa ayaan ahay aniga kursiga aan ku fadhiyo beel sow kuma fadhiyo waxaa ku fadhiyaa 4.5 ayuu yiri xildhibaanka oo ka jawaabayay su'aasha la xiriirta in saadaq john ay ku difaacayaan garab qabiil isla markaasina ugu hiiliyeen kadib markii ay isqabteen farmaajo xildhibaan odowa ayaa ugu dambeyntii sheegay in qabaa'ilada oo dib u soo dhooleeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo xusay inuu wada hadallo masiiri ahay u burburiyey deegaanka uu ka soo jeeda gado isla markaasina asiga ayaa bilaabay in qof walba qabiilkiisa ama shaqhsiga ku qabiilka ahi uu difaaco dhinaca kale afhayeenka guddiga ciidanka badbaado qaran oo ka hadlay qorshaha ciidankaasi guddi saraakiil ahi oo ay iska dhex magacaabeen ciidamada dhowaan gudaha u soo galay magaalada muqdisho ee difaacyada ka samaystay xaafada ka tirsan degmooyinka cabdicasiis hodan iyo howlwadaag ayaa shuruudo ku xiray inay dib ugu laabtaan xeryahoodii guddigani oo ka kooban 3 jeneraal iyo 4 korneel ayaa dalbaday in madaxweyne farmaajo waqtigiisa dhammaaday wareejiyo mas-uuliyadda amniga guud ahaan dalka maadaama uu muddoxileedkiisii dhammaaday iyagoo ku eedeeyey inuu isku hor keenay ciidamada qalabka sida ee dalka gaashaanle diini rooble axmed oo ah afhayeenka guddiga ciidamada ka gadoodsan muddo kororsiga farmaajo oo u warramay b b c da ayaa sheegay inay sii joogi doonaan difaacyada ay ka samaysteen gudaha magaalada muqdisho inta xal looga helayo waxyaabihii markii hore ka gadoodeen anigu mar kasta waxaan ilaalinayaa sarraynta sharciga iyo ku dhaqankiisa soomaaliya waxaa u degan dastuur ay ku heshiisay waxaana markii aan aragnay in sharciyadii waddanka la lunsaday go'aansanay inaan badbaadinno dowladnimada soomaaliya ujeedkeennu waxa uu ahaa hor istaagga muddo kororsiga iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka ayuu yidhi afhayeenka guddiga ciidamada badbaado qaran gaashaanle diini rooble axmed sidoo kale afhayeenka guddigaani ayaa ku dooday in farmaajo ciidanka uu ka dhex abuuray qalalaase isla markaasina ay khasab tahay inuu iska wareejiyo mas-uuliyadda ciidamada qaranka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday sidii ummaddu rajaynaysay muddo kororsigii wama uusan hadlin sida noo muuqata qayb waa ka tanaasulay qaybna weli waa ku dhiman tahay ammaanka dalka madaxweynuhu kama sii ahaan karo mas-uul sababtoo ah waxa uu sababay in ciidankii qalabka siday ee soomaaliya uu iska hor yimaado sidaa daraaddeed aniga waxaan sii joogi doonaa gudaha muqdisho inta kala dambayntii dalka ay dib ugu soo noqonaysa ayuu hadalkiisa ku sii daray sarkaalkaani mar wax laga weydiiyey sababta ay u qaadan waayeen amarkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa inay dib ugu noqdaan xeryahooda ayuu ku jawaabay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waa maqlay hadalkiisa laakiin shalay markii aan soo galaynay magaalada muqdisho waa uu joogay muhiimaddana waxay tahay in sababtii aan shalay u soo galnay magaalada ee ahayd inay sharciyadu sarrayso ay weli wax ka dhiman yihiin ayuu yidhi afhayeenka dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo maraykanka kala hadlay la dagaalanka ururka al-shabaab madaxweynaha dowladda jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada maraykanka ee ka howlgalay jubbaland kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada jubbaland waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sarreeye guuto maxamed cabdi sheikh taliyaha guud ee ciidamada jubbaland iyo gaashaanla sare maxamed guuleed xasan taliya ku-xigeenka ciidamada jubbaland kulankani waxaa lagaga hadlay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhankaay ururka al-shabaab iyadoo iskaashi buuxa laga samaynayo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ahi argagixisada al-shabaab isla markaasina loogu xurayn lahaa deegaanada jubbaland dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid